لأول مرة الهليكوبتر أتاك الهجومية التركية ستحلق في سماء باكستان والفلبين. 6 هليكوبترات هجوم تركية متطورة إلى الفلبين و30 إلى باكستان. بعد النجاح الكبير الذي حققته الهليكوبتر هجوم أو أتاك باللغة التركية والتي جرى تصنيعها بالكامل في تركيا وبقدرات ذاتية، أعلنت الصناعات الدفاعية التركية عن إبرام عقد مع الفلبين لبيعها 6 مروحيات من نفس النوع، وعلى إثره أرسلت القوات الجوية الفلبينية عدة طيارين وأطقم متخصصة لتلقي تدريبات تشمل كيفية التعامل مع الهليكوبتر أتاك، والتي من المقرر أن تبدأ هذا الشهر في المنشآت التابعة لهيئة صناعة الطيران التركية في العاصمة أنقرة وتستمر حتى أغسطس المقبل. تمكنت تركيا من إنتاج نوعين من الطائرة، أحدهما متخصص في مهام الدعم الجوي والعمليات متعددة الأغراض، وهي مجهزة بما يصل إلى 76 صاروخا موجها بحجم 70 ملم ومدافع 20 ملم بسعة 500 ذخيرة وفقا للمهام المتعددة. وحديثا تمت تغذيتها بثمانية صواريخ من طراز أومتاس الموجهة المضادة للدبابات، وكذلك 12 صاروخا موجها من طراز جيرت الليزري وستينجر 2. في نطاق الاتفاقية بين صناعة الطيران التركية والفلبين، سيتم بيع مروحيات من طراز T-129 أتاك كمرحلة أولى تقدر قيمتها $270 مليون. وبالإضافة إلى الفلبين، وقعت تركيا اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لبيع 30 طائرة مروحية أخرى من نفس الطراز. دشنت تركيا مشروع طائرة الهجوم والاستطلاع التكتيكي T-129 أتاك في عام 2009 بناء على حاجة قيادة القوات البرية، وتولت شركة TAI إنتاج المروحية وتزويدها بنظام متكامل للأسلحة الأصلية وأنظمة البرامج والتحكم والإطلاق والمناورة، بالإضافة إلى العديد من التغييرات التي تم إجراؤها على الهيكل. في حين تم تنفيذ أول رحلة للمروحية في عام 2011، وتسلمت قيادة القوات البرية التركية أول نسخة منها عام 2014. تحمل T-129 أتاك أنظمة إلكترونيات طيران فريدة ومحركا يمكنها من القدرة على المناورة ومجموعة نقل الحركة وشفرات الذيل، لتصبح أكثر طائرات الهليكوبتر الهجومية فعالية في فئتها عالمياً.